السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نتابع شرح وحدة الصوت الفصل الثاني الظواهر الصوتية الدرس الثاني تطبيقات على انعكاس الصوت. ولكن أولا سوف نقوم بحل الواجب. الدرس السابق كان الواجب سؤال أقوم تعلمي صفحة 66. السؤال: أكمل الفراغ في الجدول الآتي ووضع كلمة نعم أو لا في المكان المناسب. في عندنا جدول بعض المواد، هل إمكانية امتصاص معظم الصوت الساقط عليها أو لا تمتص معظم الصوت الساقط عليها؟ المادة الأولى كانت الخشب. خشب طبعا من المواد التي تمتص الصوت، إذا نعم الخشب تمتص الصوت. الزجاج لا، من المواد التي لا تمتص الصوت بل تعكس الصوت. والخزف أو السيراميك يعني المواد التي لا تمتص الصوت بل تعكس الصوت، إذا نعم. الفلين نعم، من المواد التي تمتص الصوت. وأخيرا الكرتون نعم، من المواد التي تمتص الصوت. الآن سوف نتابع الشرح، سوف نقوم بشرح الدرس الثاني تطبيقات على انعكاس الصوت. يوجد لدينا تطبيقين من تطبيقات انعكاس الصوت، هي صدى الصوت وحساب أعماق المحيطات. صدى الصوت وحساب أعماق المحيطات. أولا صدى الصوت، ما المقصود بصدى الصوت؟ يعني مثلا إذا كنت في مكان خالي أو بغرفة خالية، صدر منك صوت أو صراخ، بعد وقت قصير بتلاحظ إنه تكرر عندك الصوت. هذا الصوت اللي تكرر اسمه صدى الصوت. إذا صدى الصوت هو تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الأصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز. إذا هو تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الأصلي بعد زوال الصوت الأصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز. يعني الصراخ اللي صدر منك او الصوت وانت بالغرفة الخالية راح لما يصطدم بحاجز، اي حاجز كان امامه راح يصطدم فيه، راح يرجع ينعكس هذا الصوت. انعكاس الصوت بكون عندي صدى الصوت، هيك بتكون عندي صدى الصوت. ولكن يوجد لدينا عدة شروط لصدى الصوت. عشان يتكون صدى الصوت لازم توفر عندي عدة شروط. اولا لازم يكون عندي مصدر للصوت. اذا اولا مصدر للصوت، لازم يكون عندي مصدر للصوت، سواء كان المصدر منك انت زي صراخ او الكلام او مثلا من لعبة او من سيارة، اي مصدر للصوت. ثانيا لازم يكون عندي حاجز، ثانيا حاجز يعكس الصوت، لازم يكون الحاجز يعكس الصوت لا يمتص الصوت. الحاجز لازم يكون يحتوي على مواد تعكس الصوت لا تمتص الصوت، لأنه إذا يحتوي على مواد تمتص الصوت فإنه لا يتكون صدى الصوت. إذا الحاجز لازم يكون يعكس الصوت. وثالثا لازم مسافة، ثالثا مسافة بين مصدر الصوت والحاجز، لازم يكون عندي مسافة بين مصدر الصوت والحاجز. ليش؟ عشان أقدر أميز إنه هذا الصوت صوت الأصلي ولا صدى الصوت. إذا شروط صدى الصوت، لازم يكون عندي مصدر للصوت، حاجز يعكس الصوت، ومسافة بين مصدر الصوت والحاجز. الآن الخفاش، معروف الخفاش هو من الكائنات الحية ضعيفة البصر. كيف بتمكن الخفاش من تحديد أو تحديد مكان خريطته؟ أو يميز وجود حاجز أمامه أو كائن حي أمامه. يعتمد الخفاش على ظاهرة انعكاس الصوت. إذا يعتمد الخفاش على ظاهرة انعكاس الصوت. كيف؟ يصدر من الخفاش موجات صوتية. هاي الموجات الصوتية لما تصطدم بحاجز، شو مكان نوع الحاجز؟
سواء كائن حي، حشرة أو فراشة، لما يصطدم بالحاجز فإنه يرتد أو ترجع ترتد هاي الموجات الصوتية لعند الخفاش، ويستطيع هنا الخفاش وجود حاجز أمامه، يستطيع تمييز وجود حاجز أمامه. إذا الخفاش يعتمد على انعكاس الصوت، كيف يصدر موجات صوتية؟ يصدر، إذا أولا يصدر موجات صوتية، إذا الخفاش أولا يصدر موجات صوتية، ثانيا تصطدم بحاجز سواء كان كائن حي أو غيره، سوف ترتد إلى الخفاش. إذا الخفاش هنا أول شيء يصدر موجات صوتية، هاي الموجات الصوتية تصطدم بحاجز سواء كائن حي، كائن حي فراشة أو أي كائن حي أو أي حاجز آخر، فسوف ترتد هاي الموجات الصوتية للخفاش. يستطيع هنا الخفاش تمييز وجود حاجز أمامه. هيك إذا يعتمد الخفاش على ظاهرة انعكاس الصوت. الآن الظاهر التطبيق الثاني لانعكاس الصوت هي حساب أعماق المحيطات. حساب أعماق المحيطات يعني معظم السفن يوجد أسفل هذه السفن أجهزة، هذه الأجهزة تصدر موجات صوتية، فائدتها أنه تحسب أعماق المحيطات. كيف؟ لما هذه الأجهزة تصدر موجات صوتية، هذه الموجات الصوتية تذهب إلى أسفل أعماق المحيطات حسب الزمن، أو بيحسبوا الزمن الذي تستغرقه الموجات من لحظة إصدارها إلى لحظة عودتها بيكون عمق المحيط. يعني إذا كان الزمن اللي استغرقته كان كبير من لحظة إصدارها للحظة عودتها، بيعرفوا أن عمق المحيط بيكون كبير. أما إذا كان الزمن قصير أو قليل، بيعرفوا أن عمق المحيط قليل أو قصير. إذا حسب الزمن الذي تستغرق الموجات من لحظة إصدارها إلى لحظة عودتها بكون عمق المحيط. إذا كان الزمن الذي استغرقته كبير بكون عمق المحيط كبير. أما إذا الزمن الذي استغرقته قصير بكون عمق المحيط قصير. إذا حساب أعماق المحيطات كمان تعتمد على انعكاس الصوت. أولا يصدر موجات صوتية. إذا هي أولا يصدر موجات صوتية. ثانيا نحسب الزمن الذي تستغرقه الموجات من لحظة إصدارها إلى عودتها. إذا أول شيء يصدر موجات صوتية، نحسب الزمن الذي تستغرقه الموجات الصوتية من لحظة إصدارها إلى لحظة عودتها. يعني إذا كان الزمن استغرقته كبير من لحظة إصدارها للحظة عودتها، نعرف أن عمق المحيط كبير. أما إذا كان الزمن استغرقته قصير أو قليل، بكون عمق المحيط قصير أو قليل. هنا في عندنا سؤال: تأمل الشكل المرافق عندما يقف شخص في منطقة ذات سلاسل جبلية ويصرخ بصوت عالي، فإنه يسمع صوته يتكرر عدة مرات، ما تفسير هذه الظاهرة؟ هنا في عندنا صورة توضح السؤال. إذا شخص هنا يقف يصرخ بصوت عالي، نلاحظ بين سلاسل جبلية، نلاحظ صار في عنا تكرار عدة مرات لصوته. ليش؟ بسبب حدوث انعكاسات متتالية من السلاسل الجبلية المتقابلة. هنا حدثت عدة، عندي عدة انعكاسات، هنا حدث انعكاس
هنا انعكاس وهنا انعكاس، إذا حدوث عدة انعكاسات متتالية عن الثلاث الجبلية المتقابلة، هاي الانعكاسات المتتالية هي سبب حدوث الصوت أو تكرار الصوت عدة مرات، إذا بسبب حدوث انعكاسات متتالية من عن السلاسل الجبلية المتقابلة. إذا بسبب هذه الانعكاسات المتتالية صدر عندي أو يتكرر الصوت عدة مرات. الآن الرجاء من جميع الطلبة أن يقوموا بحل الواجب على الدفتر. الواجب هي أسئلة أقوم تعلم الموجودة في الكتاب صفحة رقم 67. السؤال الأول، إذا طلب إليك أن تحدث صدى لصوتك فأي المكانين تختار، الغابة أم الطريق بين الجبال ولماذا؟ السؤال الثاني، إذا علمت أن الخفاش ضعيف البصر فكيف يصطاد فريسته وكيف يحمي نفسه من الاصطدام بالحواجز في أثناء طيرانه؟ هيك أعزائي الطلبة بنكون أنهينا درس تطبيقات على انعكاس الصوت.